السؤال ممكن يطرح نفسه، أي. الأداء والمستوى وفي التوقيت الطبيعي إن ممكن يكون في المستوى ده، هل تقدر تحسم الدوري في لقائي الاتحاد والزمالك ولا طبعًا. انت شايف ان لا ممكن كمان نستنى ماتش؟ لا لا لا، اعتقد ان اللعيبه ومع جهاز الفن، انت قلت كلمه كويسه قوي، خلينا نفصل ماتش الزمالك ده عن اي ماتشات تانية، سواء الدوري محسوم او مش محسوم، ماتش الزمالك فعلا مفصول لوحده ليه حسابات خاصه، لان كده او كده يعني التنافس الجماهيري هيخلي المباراه قيمه لوحدها. ده موضوع منتهي. انا في وجهه نظري كولر هيبدا هو حاسس بالوضع وهيبدأ يقول لهم يا جماعة طب خلونا ننجز عشان نريح، بدل ما نقعد ان انا لو ما حسمش الدوري ما اقدرش ادي راحه. اكيد فاهمني، هيستنى كل شويه، هيستنى طول ما انت مديني المبرر لديك براحه هقدر، اللي هو حسمت الدوري ولغايه بقى طبعا هتشوف تلعب ماتش الداخليه في الكاس، وبعد ماتش الداخليه الحاج عامر حسين هيحدد لك ماتش دور الثمانيه. دور الثمانيه فممكن لو في فجوه، اعتقد في فجوه اسبوعين تقريبا، ممكن تبدا تشم نفسك شويه. لو انت النهارده ما حسمش الدوري وسبته بقى لاخر ماتشين او ضرب ماتشات كده، هيضطر كولر ان هو يفضل مستعين بالقوام الاساسي. يعني ممكن انا في وجهه نظري مثلا لو الدوري اتحسم، ابدا ادي اربع لعيبه، الاربعه دول راح، بعديها بشويه كده الاربعه دول معاهم راح، تبدا تعمل تدوير حتى في الراحه. اقول لك انا مش هقول لك بتوقع، بس حسب المعلومات اللي ممكن يكون فيها شيء كبير جدا من الصحه، يعني لو الاهلي حسم الدوري وخلص الدوري واحتفل بالدوري في مباراه الزمالك، في اتجاه ان ممكن يستكمل الدوري بفريق الامل، مجموعه مطعمه الدوري، بس الدوري ويعني الدوري ومش انت عندك ماتش الداخليه في وسط الكلام ده، ماتش الداخليه يوم 30/7 بعد نهايه الدوري. ايوه، فمش عارفين الرؤيه بتاعه الكاس هتبقى ايه، بس انت لو اديت راحه للفريق صعب جدا ترجع تلعب ماتشات رسميه يوم 30/7. ما هي دي اللي بقول، فاهم قصدك؟ انا في وجهه نظري بس هو في كلام بيتقال ان انت هتكمل بفريق الامل مع لعيبه مطعمه من اللعيبه اللي ما بتلعبش بشكل اساسي. بس الفكره في ايه يا محمد؟ ما انت بعيد عن المباريات، انا ما اقدرش ادي راحه سلبيه ل 18 لعيب مره وانا في وسط مباريات، وراح قايل لهم هنرجع التدريب يوم مثلا 1/8. مش 1/8، ما تقول عندي الداخليه 30/7. ماتش الداخليه ده ماتش حاسم، معلش يعني ماتشات الكاس مالهاش بطوله، لا ومالهاش سيستم. ان شاء الله يا رب كنت بتلعب فريق من الدرجه الرابعه. بس مانويل جوزي كان بيعمل كده، ماشي، بس الاقصد في حته ايه، كان بيسافر ويسيب الكابتن حسام البدري يشتغل. أيوة. وكان بيشتغل بالمجموعه اللي ما كانتش بتشارك، مش مختلف معاك. بس ده حصل امتى؟ حصل لما كان باقي ماتشين في الدوري مالهمش قيمه كدوري، انما مانويل جوزي رجع على ماتش السيمي فاينل لما عمل الحركه دي، كان الاهلي باقي له في الدوري الاسماعيلي والزمالك، مظبوط، وقارنوا يلعب الماتشين دول ببطولاء وخسرهم. خسر الاسماعيلي 1-0 وخسر من الزمالك 2-0، مظبوط، وكان هيلعب نفس الفرقتين في الكاس، بس رجع بقى هو بقى بيها. لما رجع قبليها بدا يلعب بقوام اساسي وحقق التارجت بتاعه. صح، هي دي بقى اللي انا بقول، انت محتاج ان انت في ماتشات الدوري ما تغيرش تغيير كامل، ما برضه الجوزيه ما غيرش تغيير كامل، لا هو ادى اعتقد ساعتها 7 لعيبه او 8 لعيبه الاساسيين اللي هم القوام الاساسي بتاع الفريق، اداهم راحه. انما برضه الفريق البديل اللي لعب اسامي كبيره، اسامي من القايمه، ما جابش فريق ناشئين، مش زي مثلا القرار لما خدوا مجلس الاداره ايام المدرب البرتغالي اللي هو سواريش، لما قعد سواريش 6 شهور او كده ولعب فعلا بفريق صغير. فريق صغير يعني كان مطعم ببعض البدلاء، بس كان الاغلبيه انت بتتكلم فيه حوالي 5 أو 6 لاعبين اول مره يلعبوا، مظبوط، فيرست تيم، مظبوط. فهي حسابات، واللي عامل ده انا في وجهه نظري اللي عامل القلق ده كله مش الكاس، لو ماتش السوبر اتاجل خلاص يبقى هنا انت بتريح اللعبه تماما. اعتقد هياخدوا كده راحه في نص، يعني ممكن مثلا ياخدوا 3 اسابيع على من شهر 8، يعني ما شهر 8 فعلا هيفضى، مش يبقى عندك في اي التزامات، وتبقى انت اعتقد الحاج عامر حسين في وجهه نظري لو هيلعب الاهلي الداخليه يوم 30/7 هيضغط لبطوله الكاس دي عشان يستغل فيها تاجيل ماتش السوبر الافريقي وينهي ويخلص الكاس قبل 10/8. بالظبط، بس هيضطر يستنى الزمالك في نتائجه في البطوله العربيه. صحيح. هيرجع بدري ولا هيكمل للاخر؟ صحيح.